أول تصريح لزوجة صلاح الدين الغماري تعلن فيه عن الديانة التي تتبعها، فتابعوا الفيديو إلى آخره. فبعد وفاة الصحافي والإعلامي المرموق صلاح الدين الغماري والذي خلف صدمة لدى المغاربة داخل الوطن وخارجه، تساءل الكثيرون عن ديانة زوجته التي من أصول روسيا والتي كان صلاح الدين الغماري قد تعرف عليها قيد حياته عندما كان يتابع دراسته في روسيا. وقد استقر صلاح الدين الغماري مع زوجته الروسية في المغرب وأنجب ولدا واحدا هو كريم الغماري. فبعدما ظهرت زوجة الغماري على السوشيال ميديا وهي في حالة مزرية بسبب الوفاة، تساءل الكثيرون عن ديانتها وهل استطاع صلاح الدين أن يقنعها بدخول الدين الإسلامي. هذا السؤال ظل محيرا للكثيرين، خاصة وأنها ظهرت في بعض الصور أثناء الجنازة وهي ترتدي الجلباب المغربي وتغطي شعرها. فخرجت إحدى أقارب الغماري لتؤكد أن ديانتها مسلمة عبر تدوينة قالت فيها: إلى كل من يقول أن زوجة صلاح الدين الغماري ليست مسلمة وملحدة، أقول له لا، بل هي مسلمة وتقوم بكل أمور الدين من صلاة وصوم رمضان، وقرأت القرآن وتعلمت جيدا السنة النبوية. فصلاح قبل زواجه منها أعلنت إسلامها وبعد ذلك تم الزواج، فالحمد لله أجر كبير جدا عند الله أنه أدخلها الإسلام وجعلها تتبعه في دينه، وليس هي من جعلته يتبعها لفي دينها.